هذا فضيلة الشيخ السائل يسأل أن زوجته طلعت إلى بيت أهلها بأمر أبوها، وينبهها الزوج بالعودة وهي ترفض أن تعود إلا إذا أمرها أبوها بالعودة إلى بيت زوجها، ما حكم هذه المرأة؟ نعم. لا أحب أن أرمي الكلام على عواهنه وأقول إن هذه المرأة ناشز، ولأن من خالفت أمر زوجها تعد ناشزة، والنشوز حرام. لكن لينظر في مشكلتهم ما هو الداعي لمنع الأب ابنته من العودة إلى دار زوجها، فلعل له عذرا ونحن نلومه، لعل هناك سبب يمنعه من أن يأمر ابنته الذهاب إلى دار زوجها، فليوسط حكما وواسطة تقنع هذا الأب أن يقنع أو أن يأمر ابنته ولا يمنعها من ولا يفرقها عن زوجها. سنعود لكم. نعم، السائل الذي كنا نجيب على سؤال الشيخ يتكلم عن هناك خلاف بسيط ويمكن أن يحل في بيت الزوجية، لكن الأب يرفض أن تأتي. لا يجوز للأب أن يرفض، والحالة هذه إذا صح ما يقوله السائل، فورد النهي عن من خبب امرأة عن زوجها، أي جعلها أو كان سببا في تفريقها عن زوجها وتعتبر ناشزا، فليراعي الزوج ظروف زوجته ما أمكن، وليتحمل شيئا من الأذى، لعل يوما يلين قلب هذا الأب وتعود المياه إلى مجاريها وتعود الحياة سعيدة فيما بينهما. فاصبر أيها السائل، واقنع عمك بطرق شتى ومتنوعة، لعل قلبه يلين وتعود الحياة بينك وبين زوجتك. نعم. فلا ينبغي التسبب في تفريق الأسر. نعم. من أولياء الأمور، وينبغي للوالد الزوجة ووالد الزوج ووالدة الزوجة ووالدة الزوج أن يدعا الزوجين وحياتهما ولا يتدخل تدخلا كاملا في هذه الحياة، لا سيما وأن هناك اتفاق بينهما.